قمة تاريخية بين واشنطن وبيونغ يانغ، ما الذي حملته في طياتها؟ الجيش الليبي يتقدم في درنة، هل دخلت المعركة مراحلها الأخيرة؟ في استوديو الآن أيضاً، ما هي أبرز الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم؟ مرحبا بكم مشاهدينا في استوديو الآن الذي يأتيكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي. نبدأ موجزنا مع الحدث الأبرز في العالم اليوم، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على وثيقة مشتركة خلال القمة التاريخية التي جمعتهما في سنغافورة. كما أعلن ترامب أن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية سيبدأ سريعا جدا، مشيرا إلى أنه بنى علاقة خاصة جدا مع كيم، داعيا إياه لزيارة البيت الأبيض، مضيفا أن العلاقات مع كوريا الشمالية ستكون مختلفة تماما عنها في الماضي. من جهة أخرى، قال كيم إن عهدا جديدا يبدأ بعد الاجتماع التاريخي، وأضاف أن العالم سيشهد تغييرا كبيرا. ونتابع في هذه الصور مشاهدينا لحظة وصول موكب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقع قمتهما التاريخية في سنغافورة. وفيما يلي مشاهدينا صور خاصة من كواليس القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي في سنغافورة. Thank you. Any progress, Mr. President? هذه مشاهد أيضا لمصافحة الرئيس دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مستهل القمة بينهما في سنغافورة، ليصبح أول رئيس أمريكي في السلطة يبدأ مفاوضات مباشرة مع نظام بيونغ يانغ. وقد نالت هذه الصور متابعة الملايين حول العالم. وفي إطار ردود الفعل، أشاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالقمة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة. وأعرب وانغ يي عن أمله في أن تعمل هذه القمة على خلق ثقة متبادلة والقضاء على الصعوبات من أجل التوصل إلى إجماع أساسي، فضلا عن اتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وإلى ذلك، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إن مفتشي المنظمة على استعداد للذهاب لكوريا الشمالية، وذلك بعد تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنزع السلاح النووي في بيان مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أن الوكالة ستراقب عن كثب المفاوضات المقرر أن تعقد بين الدولتين لتنفيذ نتائج القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية. استقبل الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحث الاجتماع الثنائي العلاقات المشتركة بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لعودة الاستقرار إلى الأراضي اليمنية، فضلا عن تقديم المساعدات الإغاثية. كشفت الأمم المتحدة عن أعداد النازحين السوريين الذين غادروا مناطقهم داخل سوريا جراء الحرب، وأوضحت المنظمة الدولية أن عدد النازحين في الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة فاق 920 ألف نازح،
وبذلك يسجل هذا العام رقما قياسيا في أعداد النازحين السوريين بلغ 1,000,000. قررت محكمة تحقيق الرصافة توقيف 4 متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات العراقية، 3 منهم من أفراد الشرطة والرابع موظف في مفوضية الانتخابات. وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق إنه اختار قاضيين لشغل منصب رئيس ونائب رئيس مفوضية الانتخابات وسط مخاوف من تصاعد التوتر السياسي عقب حرق صناديق اقتراع الناخبين. ماذا حملت الوثيقة الشاملة بين ترامب وكيم؟ التفاصيل بعد قليل. أهلا بكم من جديد. تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع بدء عملية نزع السلاح النووي بسرعة جدا. بعد أن بدأت القمة التاريخية والتي طال انتظارها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمصافحة السلام، انتهت تلك القمة بتوقيع وثيقة سلام أيضا، وثيقة شاملة وقعها ترامب وكيم جونغ أون عقب قمتهما التاريخية في سنغافورة استهدفت نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. فبحسب فرانس بريس، تعهد كيم بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، فيما قال ترامب إنه يتوقع بدء عملية نزع السلاح النووي بسرعة كبيرة. كما تنص الوثيقة الموقعة بين الزعيمين على ضمانات أمنية أمريكية لبيونغ يانغ وتهدف إلى إقامة علاقات جديدة بين البلدين. ووفقا للوثيقة، ستتبع القمة التاريخية مفاوضات لاحقة يقودها وزير الخارجية الأمريكي ومسؤول كوري شمالي. الوثيقة ذكرت كذلك أن ترامب وكيم يتعهدان بالتعاون لإقامة علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية. وتلزم الوثيقة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالكشف عن بقايا الأجسام المتحللة لأسرى الحرب الفيتنامية والمفقودين وإعادة من كشف عنهم إلى بلادهم فورا. وقبل توقيع الوثيقة، قال كيم إنه عقد اجتماعا تاريخيا مع ترامب وقررا طي صفحة الماضي، مضيفا أن العالم سيشهد تغييرا كبيرا، كما وصف ترامب الاجتماع مع كيم بأنه أفضل مما كان يتوقعه أي شخص. ومن المقرر أن تغير الوثيقة الموقعة بين ترامب وكيم بشكل دائم الأفق الأمنية في منطقة شمال شرق آسيا غرار زيارة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون للصين عام 1972، والتي أدت إلى تحول في بكين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من سنغافورة موفدة أخبار الآن جنان موسى. جنان، أهلا بك معنا. يعني يوم تاريخي كبير في سنغافورة، ما هي خلاصة هذا اليوم وآخر جدول الأعمال لو سمحتي؟ نعم أحمد، يوم طويل، يوم تاريخي، القمة تاريخية، المصافحة تاريخية، ولكن النتائج أو الوثيقة التي أعلن عنها لم تكن بالحجم المطلوب حسب آراء الصحفيين والمراقبين الذين أتحدث معهم هنا في سنغافورة. دعني أبدأ منذ الصباح. بدأ النهار 8 صباحا عندما بدأت المواكب بالخروج من الفنادق للوصول إلى جزيرة سنتوسا حيث عقدت هذه القمة. وصل ترامب أولا بموكب كبير، وبعد حوالي 30 دقيقة أو نصف ساعة وصل موكب زعيم كوريا الشمالية إلى فندق كابيلا حيث عقدت هذه القمة. طبعا أول ما رأيناه هو هذه المصافحة التاريخية، لأن هذه أول مرة بتاريخ الولايات المتحدة وكوريا يعني يتم اللقاء بين قادة هاتين الدولتين وبهذا الشكل. دخلوا أولا ترامب وكيم جونغ أون إلى الاجتماع الذي دام حوالي الساعة تقريبا،
كانت قمة بين الرجلين فقط بحضور المترجمين وبدون حضور أي مسؤول من البلدين. بعد هذا اللقاء انضم إلى ترامب في المحادثات الموسعة وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، بينما فريق كيم الذي كان موجودا في الاجتماع الموسع ضم مدير المخابرات العسكرية السابق، وزير الخارجية ونائب رئيس حزب العمال الحاكم. طبعا من بعد هذا اللقاء الموسع كان هناك غداء عمل، ومن بعد سمعنا أول التصريحات من الرجلين خاصة من ترامب الذي وصف كيم بأنه رجل ذكي جدا، بأنه موهوب، بأنه هذه الصفقة هي تاريخية وهي شاملة. ولكن عندما قرأنا هذه الوثيقة التي يعني تم إرسالها إلى الصحفيين، ولو دققنا بهذا البند حيث تتحدث الوثيقة عن تعهد كوري شمالي بنزع كامل الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، نرى بأن الاتفاقية تفتقد إلى التفاصيل المحددة، ومنها مثلا آلية العمل على نزع هذا السلاح النووي، جدول الزمن، أي أن متى سيحدث ذلك. وعندما تم سؤال ترامب عن الجدول الزمني قال قريبا جدا جدا، بينما كيم لم يعلق على الموضوع. وأيضا لا نعلم إن كان سيتم السماح لمفتشين بالدخول إلى كوريا الشمالية للكشف عن أماكن الأسلحة النووية، وأيضا التأكد من تفكيكها. فإذا التفاصيل لم تكن كافية، بينما التعهد أو من قبل كوريا الشمالية لم يفتقر إلى الجدول الزمني، وهذا شيء مهم جدا، بينما الرئيس ترامب من جهته قام بالتعهد بأنه الولايات المتحدة ستقوم بإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، لأنه يعتبر ذلك استفزاز لكوريا الشمالية. فإذا كان هناك الكثير من الصفات الإيجابية التي قالها ترامب عن كيم، اللحظة كانت تاريخية، ولكن في نهاية النهار الولايات المتحدة هي من قدمت التنازلات بالقول بأنه ستلغي التدريبات العسكرية، بينما ما تعهدت به كوريا الجنوبية لا نعلم إن كان سيحدث فعلا للشمالية، إن كان سيحدث فعلا، لأنه هكذا تعهدات قامت بها كوريا الشمالية من قبل ولم نصل إلى أي نتيجة. نعم، الأجواء العامة جنان يعني بين المواطنين سواء من كوريا وفد كوريا الشمالية أو إن كان هناك كوريون جنوبيون موجودون أو من سنغافورة، هل وجدت فرح أو استبشار بخير من هذا السلام؟ نعم، هناك أمل كبير جدا. يعني تحدثت هنا في سنغافورة مع مواطنين محليين، تحدثت مع عائلات من كوريا الجنوبية موجودة هنا، تحدثت مع عائلات من الصين. يعني هناك أمل كبير جدا، وهناك فرحة بأنه هذه القمة كانت ستحدث، وهناك كمان يعني تفاؤل بأنه ستؤدي إلى نتيجة، لأنه بنهاية الأمر حسب ما قالت لي سيدة سنغافورية لا أحد يريد أن تقع القنابل النووية فوق رؤوسه. نحن يعني يعيشون هنا بمنطقة تعتمد على الاقتصاد، وبالتالي يريدون أن تكون هذه المنطقة يعني مستقرة وخالية من أي سلاح نووي. ولكن من بعد ما تم الكشف عن هذه الوثيقة كان هناك يعني بعض التشاؤم إذا صح التعبير، ولكن بالنهاية هي كلمة ترامب مقابل كلمة كيم، وسوف نرى ما إذا كانت كوريا الشمالية وكيم جونغ أون سيقومون يعني بالوفاء بهذه التعهدات التي تحدثوا عنها. نعم، هل بقي شيء جنان في جدول الأعمال أم الزعيمان غادرا؟ ترامب سيغادر الليلة، كان من المفروض أو كان من المتوقع أن تكون القمة على مدة يومين، ولكن قال كيم جونغ أون بأنه يريد أن يذهب مباشرة بعد اللقاء، يريد أن يعود إلى بلاده، وبالتالي يعني تم الحديث أو اللقاءات كلها تمت اليوم. الرئيس ترامب أيضا سرع بجدول مغادرته على أثر القرار الذي قام به كيم جونغ أون، وبالتالي انتهت الصفقة، انتهى اللقاء، انتهى
الاتفاق، والآن يعني نريد أن ننتظر نعم المتابعة، خاصة بأن هناك يعني بند من الاتفاقية بأن الطرفين يلتزمان بمتابعة المفاوضات نعم لتنفيذ نتائج هذه القمة. شكرا جزيلا موفدة أخبار الآن جنان موسى على جميع هذه المعلومات، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من سنغافورة. بعد الفاصل نناقش التطورات الاقتصادية لهذا الاتفاق، وسنكون طبعا بعد فاصل قصير، ولكن نتابع أيضا معركة درنة تدخل مراحلها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. رغم مواصلة قوات الجيش الليبي دحر الإرهاب في مدينة درنة، إلا أن الهجمات الانتحارية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة تعرقل إعلان التحرير بشكل كامل. المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أكد أن الاشتباكات مع مسلحي القاعدة في درنة لا تزال مستمرة بشكل متقطع في بعض الأزقة والشوارع وسط المدينة. ورغم تقدم قوات الجيش الليبي بشكل جيد، إلا أن الإرهابيين يعتمدون على الهجمات الانتحارية، آخرها كان مساء أمس وراح ضحيتها اثنان من الجنود، فيما أصيب ثلاثة آخرون. المزيد في هذا التقرير. كعادتها تلجأ الجماعات الإرهابية إلى الهجمات الانتحارية عند الإحساس بقرب النهاية، وهذا ما يحدث في درنة، حيث أعلن الجيش الليبي الثلاثاء سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين خلال هجوم انتحاري مزدوج في منطقة الشيحة بمدينة درنة شرق ليبيا. يأتي هذا الهجوم بالتزامن مع تقدم القوات الجيش الليبي لتحرير المساحة الصغيرة المتبقية من مدينة درنة وطرد العصابات الإرهابية من آخر معاقلها بالمدينة. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي إن الهجوم الانتحاري تم صباح الثلاثاء بسيارتين مفخختين، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى المدنيين وسقوط أحد المنازل على ساكنيه. ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من تنفيذ عملية انتحارية استهدفت قوات الجيش الليبي المتمركزة بأحياء مدينة درنة، راح ضحيتها اثنان من الجنود وجرح ثلاثة آخرون. وهو مؤشر يفضح تهاوي الجماعات الإرهابية بلجوئها إلى العمليات الانتحارية كحل أخير لعرقلة تقدم الجيش الليبي نحو تحرير كامل للمدينة من الإرهاب. ودخلت معركة الجيش الوطني الليبي لاستعادة مدينة درنة بشرق البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية مراحلها الأخيرة بحسب ما أكد متحدث عسكري. وقال المتحدث باسم الجيش العميد أحمد المسماري إن ما تبقى من المدينة خارج سيطرة قوات الجيش الليبي يعتبر منطقة نيران، وهي أقل من 10 كيلومترات مربعة فقط، وأضاف أنه تم القبض على إرهابيين كثيرين والقضاء على كثير منهم. وأضاف المسماري أنه تم العثور على أسلحة تحمل أختام شعار الجيش القطري داخل منزل زعيم القاعدة في منطقة شيحة بدرنة بعد تطهير عدة أحياء بالمدينة التي تم احتلالها من قبل تنظيم القاعدة. وبثت مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام الجيش الليبي لمنزل عطية الشاعري زعيم ما يسمى بمجلس شورى درنة الإرهابي بمنطقة شيحة. وعلى الصعيد الإنساني، قالت الأمم المتحدة إنه منذ السادس من الشهر الجاري نزح أكثر من 8000 شخص إلى المناطق المحيطة بدرنة، ليصل إجمالي عدد النازحين منذ منتصف مايو أيار الماضي إلى 11000 شخصا، علاوة على تشريد 800 عائلة أخرى داخل المدينة. وحذر البيان من التزايد السريع للاحتياجات الإنسانية في درنة مع وجود نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية والغذاء والماء والوقود وغاز الطهي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بنغازي الدكتور عاطف الحاسية المحلل السياسي بجامعة عمر المختار. أهلا بك معنا دكتور عاطف. يعني السيطرة على درنة تشكل ضربة قوية للمتشددين المتطرفين في ليبيا، كيف تنظرون إلى هذه الانتصارات للجيش الوطني الليبي؟ مساء الخير أخي، ومساء الخير سادة المشاهدين والمشاهدات. هو كما ذكرت أخي بأن على مدينة درنة تعتبر آخر منطقة للوجود هذه الجماعات الإرهابية
في الشرق الليبي يدل دلالة كاملة على قدرة الجيش على التحرك في أكثر من مدينة والسيطرة على كل جهة أو مدينة تنتشر فيها هذه الجماعات الإرهابية، وبالتالي تبسط القانون وتحاول بقدر الإمكان استعادة هيبة الدولة في جميع أنحاء ليبيا إن شاء الله. نعم، إلقاء القبض على عدد كبير من الإرهابيين وفق ما ورد في التقرير والمقاتلين، يعني إلى أي مدى سيؤدي إلى تفتت هذه الخلايا وإلى الكشف عن مزيد من المقاتلين؟ وبشكل عام التحقيقات الأولية حتى في بدايات مقاومة أو دحر هذه الجماعات الإرهابية في بنغازي منذ عامين دلت بما لا يدع مجالا للشك على وجود عناصر إرهابية في مستويات عليا من هذا التنظيم في مدينة درنة، وبالتالي قام الجيش الليبي بالاتجاه إلى هذه المدينة التي سيطرت عليها هذه الجماعات منذ أعوام كثيرة، من 5 أعوام على الأقل. وبالتالي الجيش الليبي دخل إلى مدينة درنة بقائمة طويلة من هذه العناصر التي لها تاريخ في الجماعات الإرهابية سواء محليا أو إقليميا أو حتى دوليا. نعم، هناك حديث الآن من الجيش الوطني الليبي عن تأخر في التقدم في درنة نتيجة للعمليات الانتحارية التي يقوم بها الإرهابيون. برأيك لماذا يلجأ هؤلاء إلى مثل هذه الهجمات؟ وكما ذكرت سابقا بأن هذه الجماعات معروفة لدى السلطات الأمنية الليبية، وبالتالي بتورطها في الجرائم العديدة من الاغتيالات من بداية 2011 والدخول على المواقع النفطية في بدايات 2015 وغيرها من الجرائم التي قامت بها هذه الجماعات، وكل هذه الأسماء وهذه القوائم يعني معظمها موجود في آخر بقعة لهم وهي في وسط مدينة درنة، وبالتالي لا مناص من هذه المقاومة الشرسة والتي يعتبرها الكثير من الخبراء الأمنيين بأنها هي عملية انتحارية بشكل جماعي، وبالتالي هم يزيدون من أمد المقاومة فقط والمعركة محسومة، ولكنهم هذه خصالهم ووجود جيش مقابلهم يحسم المعركة لا مجال لهم إلا العمليات الانتحارية التي قد يعني تتيح بعض عناصرها للهروب. نعم، طب بالحديث عن الأوضاع الإنسانية في درنة، يعني ما ينقص المواطنين هناك من غذاء، ماء، دواء؟ هل هناك اطلاع على أوضاع المواطنين في تلك المنطقة؟ هي بالمناسبة أنا منذ يومين كنت في مداخل درنة الغربية ووجدت هناك تعاون ملحوظ وتعاون كبير ما بين الجهات الأمنية والجيش الليبي في مساعدة إخراج أو التعاون بإخراج العائلات العالقة أولا، وهي الأولوية الأولى من المناطق الاشتباكات. الأولية الثانية وهي مهمة جدا وهي توفير الملاذ الآمن والسكن الآمن لهذه العائلات، وبالتالي قامت المدن المجاورة والقرى المجاورة باستضافة هذه العائلات بطريقة جد تدل على تعاون وتكاتف الليبيين في بعضهم في ذلك المنطقة. ولكن هناك أيضا تحديات في عدم وجود الأدوية والوقود وبعض الأطعمة، ولكن منذ يومين أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عن دخول هذه القوافل إلى درنة وخاصة منها إلى الجهات المحررة من المدينة. نعم، الدكتور عاطف الحاسية الأكاديمي والمحلل السياسي بجامعة عمر المختار، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من بنغازي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. نعود مشاهدينا إلى ملف كوريا الشمالية والولايات المتحدة والتوقيع على الوثيقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم الكورية الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة في قمة ولقاء تاريخي. نتحدث الآن عبر الأقمار الصناعية من القاهرة مع الدكتور رشاد عبدو، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية. نتحدث عن المحور الاقتصادي. دكتور رشاد، أهلا بك معنا. يعني نتائج كبيرة للقمة وصفت، أهمها طبعا على الجانب الاقتصادي، كيف سينقلب الوضع الآن الاقتصادي في كوريا الشمالية بعد توقيع هذه الوثيقة؟
هو بداية لازم نقول ان الوثيقة دي كانت بتركز فقط على جانب السلام وتحقيق الامن والامان واخلاء شبه الجزيرة من الاسلحة النووية، ده الاساس. نعم. انما هل هذا له انعكاسات اقتصادية؟ طبعا انعكاسات اقتصادية واضحة، ولذلك لما نيجي نحلل الوثيقة بتقول ايه؟ الوثيقة بتقول ايوه في مباحثات لاحقة بين الطرفين، معناها ايه؟ التفصيلات الاقتصادية بقى اللي تفرض نفسها. ليه؟ امريكا دايما بتستخدم نظرية العصا والجزرة، العصا خلاص المرحلة بتاعتها انتهت، فالفترة اللي جاية الجزرة، والجزرة يبقى الاقتصاد. علشان كده نلاحظ ان مجرد ما الاجتماعات بدأت البترول سعر النفط سعره ارتفع، نلاحظ ان العملة الامريكية سعرها ارتفع، نلاحظ ان البورصات في امريكا وفي العالم ابتدت قيمتها ترتفع. ده كله ليه؟ عشان دي الامور اللي بتتأثر باللحظة، مجرد اعلان عن نجاح التوقيع والاتفاقية كل الحاجات دي اتحركت بمعدل سريع، لكن الاستثمارات وضخ الاستثمارات والاموال والتنمية بمعدلات عالية ده كله هياخد الفترة اللي جاية. وعشان كده الوثيقة كانت واضحة وقالت ان في مباحثات لاحقة بين الجانبين لهذا الامر بشكل اكثر تفصيلية وتحديدا. نعم. المواطن الكوري الشمالي دكتور رشاد عانى الامرين اقتصاديا خلال فترة العقوبات التي مرت، ما الخطوات الملموسة التي سيشهدها مباشرة يعني بعد بدء المحادثات بين الطرفين؟ طبعا هيتأثر كتير. ليه؟ لأنك أنت كل موارد الدولة كنت بوجهها إلى النواحي العسكرية وإلى الصواريخ البلاستية وإلى النووي وما إلى ذلك. النهاردة الأموال دي كلها هتوجه إلى التنمية وثمار التنمية وخلق فرص عمل وتشغيل المجتمع ورفع مستوى معيشة الناس. ده نمرة واحد. نمرة اثنين إنه الفترة الجاية هيبقى في تعاون مشترك ما بين أولا الكوريتين، وده احنا شايفين كوريا النهاردة المستوى رقم 9 على مستوى العالم اقتصاديا، فده كله هيضخ استثمارات ثالثا امريكا هتضخ حالة من الاستثمارات ومبدئيا بتكلم عن 2 تريليون دولار. فكل ده بيقول انه لا ده الفترة اللي جاية هيبقى فيه ضخ مزيد من الاستثمارات وبالتالي فرص عمل وبالتالي مزيد من التنمية وبالتالي رفع المستوى المعيشة الافراد، وبالتالي الافراد هيشوفوا مستوى ما كانوش عايشينه. هو للأسف دايما بيبقى القشور السريعة اسرع، يعني ايه؟ وشفناه في دول تانية القشور بتاعتها بقى المحلات الاكل والرفاهيه والقهوه الايه والكلام ده كله، لكن بلا جدال ده هيبقى فيه مشروعات كتيره، هيبقى فيه فرص عمل كتيره، هيبقى فيه تحسن لمستوى المعيشه، الافراد هتشهد مناخ مختلف. انا زرت كوريتين كتير، زرت كوريا الشماليه اكتر من 6 مرات واعلم مدى الفقر اللي بيعاني منه المواطن، ومن ثم دي هتبقى فرصه جيده جدا ل تشغيل المجتمع وضخ استثمارات وتحسين الأحوال، وحتى ده هينعكس على الإعلام وعلى الحريات وعلى الاقتصاد ومستوى الاقتصاد والاجتماعي بشكل كبير. نعم. جدا لأفراد المجتمع الكوري الشمالي. على الجانب الدولي دكتور رشاد، هل الشركات الأجنبية الأوروبية وغيرها الآن أصبح لديها يعني الحافز الأكبر بعد هذا الاتفاق على المضي قدما في علاقات اقتصادية مع كوريا الشمالية؟ هذا يمثل النواة البداية، لكن زي ما قلنا في مباحثات تفصيلية، يعني حتى المراسلة الجيدة بتاعتكم في سنغافورة قالت الكلام ده، قالت ما فيش جدول زمني، ما فيش تحديد تفكيك امتى، ما فيش وضوح رؤية. فمجرد ما تتضح الرؤية، مجرد ما نشوف هل في خبرة هيروحوا يشوفوا التجربة ايه، هيشوف التفكيك ايه، الضمانات ايه، الجدول ايه، ده كله هيرتبط بيه الجدية والالتزام من قبل كوريا الشمالية، وبالتالي لما يعم الاستقرار وبالتالي الشكل السياسي يتضح ويتبلور بلا جدال ده هيتسبب في ضخ مزيد من الاستثمارات، ليس الأمريكية وليس الغربية فقط لكن من كل دول العالم، لأن احنا شفنا الصين راغبة في استثمارات، روسيا راغبة في استثمارات، ودول مش محسومين على المعسكر الغربي، ولكن مجرد ما هيبقى في استقرار بلا جدال هيؤثر كثيرا، خاصة أن أمريكا كانت فرض عقوبات شديدة جدا على أي شركات أو دول بتتعاون مع كوريا الشمالية. نعم. يعني في كوريا الجنوبية هناك عملاق التكنولوجيا سامسونج، أشرت في كلامك إلى أن كوريا الجنوبية التاسعة اقتصاديا على العالم، هل يمكن أن نرى مثل هذا المثال في كوريا الشمالية قريبا مع الانفتاح الاقتصادي القادم؟ هيتوقف على شكل المباحثات، هيتوقف على شكل التنازلات اللي ممكن تقدمها كوريا الشمالية، إنما بلا جدال
لو كوريا فتحت دولتها وفتحت حدودها إلى الاستثمارات، لا هيحدث فيها دولة شكل انتقالة كبيرة جدا، ومن ثم هنلاقي كل الشركات العملاقة بتاعت كوريا هتشتغل، وبالتالي ده ممكن يبقى نواة، لكن هياخد مدى زمني. لأن احنا بنتكلم عن كوريا، ما ننساش ان كوريا جات لدولة زي مصر في بداية الستينات عشان تاخد الخبرة بتاعتها والتجربة بتاعتها. النهاردة بنتكلم عن كوريا الجنوبية تاسع أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وبالتالي خدت مدى زمني من بداية الستينات إلى 2018، وبالتالي من الممكن أن نشهد ذلك لكن ده هياخد مدى زمني أطول قليلا. نعم، الدكتور رشاد عبدو أستاذ الاقتصاد من جامعة القاهرة ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أشكرك جزيلا على وجودك معنا، كنت معنا مباشرة من القاهرة. برنامجنا مستمر وفيه بعد الفاصل. انتعاش الأسواق غرب اليمن بعد طرد الحوثيين. أهلا بكم من جديد. شهدت الأسواق في مدينة المخا غربي اليمن انتعاشا في حركة البيع والشراء في الفترة الأخيرة جراء طرد الميليشيات الحوثية وتحريرها من قبضتهم. وساهم استقرار الوضع الأمني وعودة تشغيل محطة الكهرباء من قبل الهلال الأحمر الإماراتي في إعادة الحياة إلى سابق عهدها. تفاصيل في هذا التقرير. بعد عام ونصف من استعادة السيطرة على مدينة المخا بمحافظة تعز غرب اليمن من قبضة الحوثيين، بدت الأسواق في المدينة منتعشة اقتصاديا وتجاريا، الأمر الذي تفتقده بعض المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين. ويشار إلى أن المدينة تستقبل الآلاف من الأسر النازحة من مناطق الحرب في محافظة تعز وبعض المديريات في محافظة الحديدة. اليمنيون في حالة ترقب لتحرير المدينة ومينائها على الساحل الغربي، لما تشكل هذه العملية من خطوة مفصلية بشكل يسهم في مرور المساعدات الإنسانية إلى الملايين في محافظات عدة، إضافة إلى العودة إلى مسار الحل السياسي عبر دفع الحوثيين إلى طاولة المفاوضات بعد خسارة منفذهم البحري الوحيد. الانتصارات التي حققتها المقاومة اليمنية المشتركة بدعم ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي على جبهة الساحل الغربي غير مقتصرة على الجانب العسكري، فهي حملت إنجازات إنسانية لمست الشعب اليمني في المناطق المحررة. لقاء جمع الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي في مكة المكرمة بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي حمل المعنى الإنساني والشعور بالشعب اليمني من جانب دولة الإمارات والتأكيد على عزمها في محاربة وطرد الحوثيين من اليمن بشكل نهائي. معركة الساحل الغربي يعلق عليها الشعب اليمني آمالهم بتتويجها أخيرا لتحرير الحديدة التي باتت المقاومة اليمنية على مشارفها، ولتحرير الحديدة أهداف عدة تتنوع بين عسكرية وإنسانية وسياسية لتشكل مجتمعة نقلة إيجابية في مسار الأزمة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من القاهرة نبيل عبد الحفيظ ماجد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية. أهلا بك معنا سيد نبيل، لنتحدث أكثر عن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها المواطن اليمني اليوم. هل بدأ هناك يشهد تحسن في المناطق التي يتم تحريرها تباعا؟ بداية مساء الخير عليكم وعلى جميع السادة المشاهدين. مساء الخير. بالتأكيد كل منطقة وكل قرية وكل أي مساحة تخرج من أيدي هذه الميليشيات الداعية للموت هي قابلة للحياة، بمعنى أن كل المناطق التي تحررت حتى الآن عادت للانتعاش من جديد، بل وتعيش حالة أفضل في بعض الأحيان من الحالة السابقة ما قبل دخول هذه الميليشيات. الآن كما ذكرتم في تقريركم، ها هي المخا تستعيد يعني أوقاتها الطيبة ويعود الناس ليعيشون حياتهم بشكل طبيعي
لأن كتائب الموت، كتائب الدمار، كتائب الخراب خرجت من هذه المنطقة، وكل منطقة تتحرر وتتطهر من هؤلاء بالتأكيد سيكون مستقبلها أفضل وأوقاتها قابلة للتحسن والحياة الطيبة والسليمة إن شاء الله. نعم، يعني سيد نبيل، اليمنيون في حالة ترقب اليوم لتحرير ميناء مدينة الحديدة وميناءها على الساحل الغربي، كيف سينعكس هذا الحال على الوضع الاقتصادي لليمنيين والإنساني طبعا؟ بداية أريد أن أقول لجميع إخواننا في المنطقة العربية بشكل عام وإخواننا الرائعون من في التحالف العربي، ستشاهدون بأم عيونكم عندما تدخل كتائب النصر إلى الحديدة كيف سيخرج أبناء الحديدة بكل الفرح وبكل السرور، وهم يشعرون أنهم طهروا مدينتهم وطهروا ميناء اليمن من هذه العصابات الإجرامية. هذا أولا. ثانيا، بالتأكيد ميناء الحديدة يشكل يعني عصب من عصاب الحياة المهمة لليمن، وبالتأكيد سينعكس بشكل كبير، الحالة التجارية والحالة الإنسانية ستتحسن فيه، وستكون بشرة كبيرة لأبناء تهامة بشكل عام وأبناء الحديدة بشكل خاص لعودة الحياة الطيبة إليهم وعودة الحياة الاقتصادية الطيبة بشكل جيد لكل هؤلاء، وستكون الأيام القادمة بالتأكيد أفضل وأحسن. نعم، هل يقوم المسؤولون اليمنيون بتوثيق الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون في هذه المناطق التي كانوا يحتلونها حتى تقدم لمحاكمتهم لاحقا مثلا؟ بالتأكيد هذه مهمة أساسية نقوم بها نحن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، لأن رصد هذه الانتهاكات يعتبر بالنسبة لنا تأسيس أو تأكيد على أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأننا سنعيد لكل صاحب حق حقه إن شاء الله. هذا جانب. الجانب الثاني، كلما دخلنا لمنطقة أو استعدنا منطقة من المناطق التي كانت تحت أيدي هذه الميليشيات نكتشف الكثير من الجرائم التي ربما كانت خافية علينا بحكم التضليل الذي تقوم به هذه الميليشيات، لكن عندما تتحرر المناطق نكتشف الكثير من الانتهاكات التي ربما يصعب وصفها وتكون بمثابة تقارير صادمة حتى للجهات الدولية. نعم، السيد نبيل عبد الحفيظ ماجد، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من القاهرة، أنا أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. يقوم العديد من الشباب في ليبيا بالتطوع للعمل الخيري، ومن بين أهم هذه النشاطات توزيع المواد التموينية على الأسر المحتاجة، مبادرات ترسخ ثقافة البذل والعطاء في هذا الشهر الفضيل. للمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. تعمل العديد من المنظمات والفرق الخيرية في ليبيا قبيل حلول شهر رمضان المبارك على إطلاق عدة حملات ومبادرات من شأنها تقديم يد العون للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود غير القادرة في معظمها على إعانة نفسها. ورغم الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعد غلاء الأسعار أبرزها علاوة على شح حاد في السيولة النقدية، إلا أن بعض المؤسسات لازالت مستمرة في نشاطها حتى الآن. حملة حس بغيرك التي تهدف لتوزيع أكثر من 400 سلة مواد تموينية على مدن بنغازي وسبها وطرابلس. الحملة طبعا هي مساعدة الناس المحتاجة بالمواد الغذائية الأساسية المتعارف عليه، زي ما نقول اللي عندنا الطماطم، الزيت، السكر، الملح، الأشياء الأساسية اللي تساعدهم أو تحاول تخفف عليهم المعاناة. احنا واخدين على عاتقنا أن احنا نستمر ونبذل كل جهد لنا في مساعدة الناس المحتاجة ولو يعني بالشيء البسيط. وليس ببعيد عن ذلك، فيعمل فريق مشروع طرابلس الخير على التخفيف من وطأة معاناة أسر أخرى بتوفير بعض الاحتياجات الأساسية الغذائية التي يحتاجها كل بيت في مناطق مختلفة بالعاصمة طرابلس. حملتنا السنة هذه الناس للناس، الناس وإحنا الطرف الوسط والناس المحتاجة، وحنحاول نقدم معونات لأكثر أكثر العائلات المحتاجة للموضوع هذا. بإذن الله حنوصل للمبتغى متاعنا، وشعارنا هو دائما مش حنوقفوا لعند ما الخير يعم على طرابلس وعلى ليبيا بعون الله.
وتتواصل المبادرات الخيرية التطوعية بإقامة موائد الرحمن طيلة الشهر الفضيل، علاوة على إفطار الصائم وتوفير ملابس العيد وغيرها، في لمسة تكافل رائعة يتأمل الجميع أن تستمر طيلة أيام السنة. معتز الخريف، طرابلس، لأخبار الآن. استوديو الآن مستمر وفيه بعد الفاصل. بهيجة أكبر مشجعة لمنتخب تونس في المونديال. أهلا بكم من جديد. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن لقاء سري بين المهاجم البرازيلي نيمار وممثل لنادي ريال مدريد الإسباني في مدينة ليفربول الإنجليزية، مما ينبئ بقرب صفقة انتقال اللاعب إلى الفريق الملكي. وقالت التقارير إن نيمار وممثل ريال مدريد ناقشا خلال اللقاء الذي عقد قبل أسبوع تفاصيل العقد المتوقع قبل الخطوة النهائية، وهي إدخال باريس سان جيرمان طرفا في المفاوضات. حدد منتخب إسبانيا شعاره في مونديال روسيا، وهو علينا أن ننجز المهمة، وفق ما جاء على لافتة رفعها المنتخب خلال تدريبات يوم أمس. ويستهد الماتادور الإسباني مشواره في كأس العالم الجمعة المقبل بمواجهة البرتغال في المجموعة الثانية، ويحاول المنتخب الإسباني أن يصل لأبعد مدى في روسيا بعد خروجه من دور المجموعات في مونديال البرازيل وخروجه من الدور الثاني في يورو 2016. يستعد جمهور كرة القدم في شغف بالغ لاستقبال فعاليات بطولة نهائيات كأس العالم، والتي ستجري نسختها الحالية في روسيا لمدة شهر، وعلى مدار عقود زمنية عديدة تحققت وتحطمت أرقام قياسية، ظلت أسماء من ارتبطوا بهذه الأرقام خالدة. وقبل بداية انطلاق النسخة رقم 21 في تاريخ بطولات كؤوس العالم، نقدم لكم تقريرا خاصا حول أبرز الأرقام القياسية الخالدة في تاريخ المونديال مع زميلة عفراء الجول. أكبر هداف في تاريخ بطولات كأس العالم هو الألماني ميروسلاف كلوزي برصيد 16 هدفا سجلهم على مدار 4 نسخ متتالية، بداية من بطولة 2002 وحتى 2014. الأكثر مشاركة في بطولات كأس العالم هما المكسيكي أنطونيو كارباخال والألماني لوثر ماتيوس، وكلاهما شارك في 5 بطولات. أكثر لاعب مشاركة في مباريات كأس العالم هو الألماني لوثر ماتيوس، إذ شارك في 25 مباراة. الأسطورة البرازيلية بيلي كان اللاعب الأكثر حصداً للقب كأس العالم، إذ حققه 3 مرات في نسخ 1958، 1962 و1970. الفرنسي جوس فونتين بات أكثر لاعب تسجيلاً لأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، والذي سجل 13 هدفاً في نسخة 1958. أكبر لاعب شارك في تاريخ مباريات كأس العالم هو حارس المرمى الكولومبي فريد موندراغون، والذي شارك في نسخة 2014 وكان عمره 43 عاما. أسرع هدف تم تسجيله في تاريخ بطولات كأس العالم سجله التركي هاكان سوكور في مرمى كوريا الجنوبية في نسخة 2002 بعد مرور 11 ثانية فقط على بدء المباراة. بهيجة الصدقاوي أكبر مشجعة لمنتخب تونس في المونديال بسن 93 عاما. بدأت قصة عشقها لكرة القدم منذ كانت في ريعان شبابها، واليوم تستعد بهيجة لمساندة نسوري قرطاج في مهمتهم بروسيا. الزميل جمال العريبي زارها في بيتها وأعد لنا هذا التقرير. خالتي بهجة، لطالما اقترن اسمها بالمدرجات التونسية، فمن بنزرت الساحلية بدأت قصة عشق بين النادي البنزرتي وخالتي بهجة، التي أصبحت أيقونة الفريق والمدينة على حد سواء. بيش الروسي والله بشيهزوني نشجع تونس، تحيا تونس من اللي صغيرة
نروح نصطاد ونهبط في الصطاد ونعود نعيط ونصطح وندربك ونصفق ونعيط وكيجي لهني. تحيا بهيجة، تحيا بهيجة، تحيا. عشقها للكرة وحبها الجنوني لا يوصف. زرناها في بيتها وفور استقبالها لنا بدأت تحدثنا عن مشوارها الحافل بانتصارات فريقها، وهي اليوم تستعد لمساندة المنتخب التونسي لتشجيعه في مونديال روسيا. روسيا يا روسيا هم جايين هم جايين بتونس يا يخليها ديما نمشي نصطاد وديما نعيط ديما نغني ديما نشطح ديما الدنيا الكل جيبوها يا لولاد جيبوها. تحظى خالتي بهيجة بشعبية كبيرة في تونس ويلقبونها بعميدة المشجعين نظير حبها اللامحدود لكرة القدم وفريقها النادي البنزرتي، كما أنها ستكون في الموعد لتشجيع نسور قرطاج في روسيا. وفي الأردن ومع اقتراب كأس العالم تتزاحم الأحداث الرياضية ويسود الحماس الأندية. الجيل الكروي الناشئ في الأردن يتابع الأحداث بشغف ويجد نفسه أكثر حماسا لملاقات الكرة يوميا على أمل تحقيق أحلامه بالعالمية. المزيد في سياق التقرير التالي من عمان. هي الكرة حلم حياتي وقاعد بحقق لها، إن شاء الله أوصل للعالمية من وراها. اللي بيمتلك الكرة هاي ما بيوقف عن ممارستها، وهي كل إشي في الحياة. صافرة الحكم، الصوت الأحب اليوم إلى مهند أبو طه، اعتاد سماعه منذ أن بدأ لعبة كرة القدم وهو في الصفوف الابتدائية. نغم على وقعه يتولد الحماس للعبة قدر التاريخ لها أن تتسيد قلوب الملايين. يلا اطلع اطلع. الشغف اليومي لملاقات كرة القدم على أرض الملعب يجدده لقاء المدربين والأصدقاء، والطموح بالوصول إلى العالمية يبقي شعلة الحماس في أوجها. ووسط هذا يجد مهند لنفسه مكانا بين مراكز اللعب. بفضل المهاجم عن الدفاع والخط الوسط والحارس المرمى، لأنه المهاجم هو اللي بيعمل فارق للفريق، هو اللي بيجيب أهداف لإله بيجيب أهداف للفريق وبنجح الفريق، وزي مثلا محمد صلاح هو اللي بيعمل فريق للفريق، هو بيعمل فارق للفريق وبيجيب أهداف وبيلعب مهاجم. أنا فبدي أطلع أنا زيه وأحقق أحلامي زيه. سريع أنت على أرض الملعب؟ أنا سريع كيف سرعة محمد صلاح، زيك بدي أطلع مهاري زيه زي محمد صلاح. الحديث عن الفرق العالمية المفضلة بين مهند وأصدقائه يطول ويطول، ومع المتابعة الدقيقة للأحداث لا يتوانى عن تقييم لعبه وتطويره. بشجع ريال مدريد لأنه فيه نجوم عديدة، وأنا بتطلع على النجوم هدول أنا بتعلم منهم وكيف مهاريين بتعلم، وعلى السرعة وعلى الشوط على المرمى والتسديد على المرمى وكيف كريستيانو رونالدو، أنا بتعلم منه كل شيء، وهو محمد صلاح والنجوم العديدة هدول في ريال مدريد، وإن شاء الله حقق أحلامي زي هدول النجوم. وبين الشاشة وأرض الملعب يحاول اللاعب الناشئ إتقان فن المراوغة والمهارات الفردية والتعامل مع الخصم، ويجد عند المدربين خبرة تمكنه من فهم قوانين اللعبة. بنقدم للناشئين اللي بيجوا يعني بنضموا لمدرسة نادي الوحدات يعني تمارين مهارية مثل الإحساس والتوافق وخطط. احنا يعني نشتغل في نادي الوحدات ضمن منهجية خطط وتدريبات مدروسة ومنهاج علمي وخططي، حتى اللاعب يتدرج من الفئات من المدرسة إلى الفئات سن 14، وكل منهاج له يعني نمط معين. ما فئة ال 14 بتختلف عن فئة ال 16، بيكون في قطاع ما في فرق ما بين قطاع الشباب وقطاع الناشئين، بيكون المنهاج يختلف عن منهاج آخر. ومع تزيدة للكرة وارتقاء الحارس لصدها عن مرماه متعة لا تنتهي، ممزوجة على ما يبدو برغبة البقاء في الملعب لآخر لحظة.
الوصول إلى العالمية لم يكن يوماً رهن زمان أو مكان، فالموهبة والإرادة والتدريب كفيلة بوضع اللاعبين على طريق النجومية. لأخبار الآن، لانا رياض، عمان. وصلنا للختام. للمزيد يمكنكم دائماً مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضاً متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. بعد أقل من ساعة من الآن، موجز لآخر وأهم الأنباء، ابقوا معنا.